أنغام عذبة أداها تلاميذ المعهد الموسيقي البلدي بتيارت وسط بهو المؤسسة التي تطوعوا مع أبائهم وأمهاتهم لترميمه وتزيينه، فأهدتهم الإدارة حفلا متميزا شكرا لهم على المبادرة. اللي طرابوا هذو صافي أموارا نعودوا فيه صال نعودوا فيه لصال كبيرة، درنا لها لاكوستيك ودرنا لها ديكور جديد. ومام طون حنا عرضنا لي فامي عرضنا لي بارون ديلاف باش نكرموهم المجهود اللي قدموه معنا. الحفل أحياء الفنان فيصل بختاش ومجموعته الفنية إضافة إلى فرقة موزيكانا التي تتولى تسيير المعهد، بما غنى التلاميذ وأنشدوا. كثير منهم كانت أول وقفة لهم أمام الجمهور. هذه أول مرة نفوت قدام الجمهور نطلع للمنصة. نشكر الأساتذة تاعي وأعضاء الجمعية اللي عطاوني هذه الفرصة، وإن شاء الله نكون وفقت. لأول مرة في حفلة في هذا المعهد البلدي للموسيقى، وأشكر جميع المدراء والمعلمين جزيل الشكر. قد تكون مبادرة الترميم التفاتة طيبة لكنها لا تكفي، فالمعهد يحتاج عملية كبيرة لتجهيز القاعات وتوفير الآلات الموسيقية التي يحتاجها التلاميذ للتعلم.